ايه الله يسلم ايديك. اهلين بسمرة. الحمد لله على السلامة. لك ما انت الحمد لله على السلامة. ايش وين كنت انا؟ لك يا اخي اليوم طلعت من السجن. لك شو بك يا زلمة، الواحد بيطلع على الحرية. بدي لك الحمد لله على سلامتك. لو تجيب لي سيرة الحرية مشان الله. يا سمرة انا قصدي على الحرية الطبيعية الحقيقية. شو الحرية تحرمت على حدا؟ ايه زهيد الله يسلمك. اخي بدي احكي معك بموضوع. يعني انت صديقي وانا بحبك كثير، بتمنى ما تنزعج مني. لك انت مو صديقي. لك انت مو صديقي. لك انت اخي. اخي احكي ولا همك. عم اسمع حاجة وقت فوت الشغل، لازم تلاقي لك شي مصلحة وتقعد تركز فيها بقى. لك ليش بايدي القصة؟ لك يا نادر بايدي القصة. لك يا اخي طبعا بايدك، طبعا انت زلمة اخلاقك ضيقة، لازم تهدي شوي. ما بدي انا، كل واحد بدس لي على طرف بدي يمسح في الارض. اخر واحد ليش هالطبطة بالموس؟ مو لانه سبني. ايه بس بدك تصير تهدل العشرة من هون ورايح، لانه القصة مو هيك لك سمرة، مو هيك. بعدين لازم تلاقي لك شي شغلة. لك شو بدي اشتغل لك نادر؟ شو بدي اشتغل؟ مالك شايف البلد ما فيها شغل؟ اخي طول بالك الا ما الاقي لك شغله. بس اهم شيء بهي الشغله انه انت تكون بتحبها، لانه اذا ما بتحبها ما راح تزبط معك، انت راسك يابس. لك شبكي انعام شبكي، شو صار لي؟ شو بدك يعني اعمل؟ قوم ادبو، قوم ارقص. لك خود وعطي كمان، احنا بدنا نحكي معك يعني. يا انعام يا حبيبتي يا روحي يا عمري، انت بتعرفي انه انا كل نهار بقضيه برات البيت بالمدرسة على لعي مع الطلاب. روحي بتطلع ما بصدق امتى ارجع على البيت لحتى كن شوي اقرب هالجريدة ونام اخر الليل. وكمان انا مرتك كل نهاري وشي بوش هالحيطان بستنى جيتك على احر من الجمر لحتى اخذ واعطي معك. على راسي على نافوخي من فوق. تفضلي، في شي موضوع مهم لازم نحكي فيه؟ اها يعني اذا ما في موضوع ما في شي ناخذ ونعطي فيه. لك انا على شو بدنا نحكي؟ مثلا اليوم ما سالتني شو صار معي عن دكتور الاذنية لانه اذني الوسطى كانت عم توجعني. على هالنسوة هي صحيح شو صار معي؟ اها يعني انا لو ما ذكرتك انت ما كنت سألتني. شبنا انعام شبنا، لا تعملي لنا اياها قصة، نسيت ما صار شي. المهم طمنيني شو صار معي؟ انت مانك مهتم، لو مهتم كنت تذكرت وسألت. اوه علينا. كمان عم بتعصب كتير متغير، وحاسة انه خلص الحكي، لك يا نعام يا حبيبتي يا روحي يا قلبي، انا بتعرفيني طول النهار بدي ارجع عيد وافتي، طول النهار ضلني واقف قدام الطلاب عم بشرح وبشرح وبشرح، بنتفخ قلبي بلتعى قلبي مع الطلاب، ما بصدق انت اجي على البيت لحتى اهدى وكن وارتاح بقرا لي كلمتين بالجريده وبعدين بقوم بندفس بنام. ليش عم تتصحصن وتضحك؟ لك سمرة انت بعد ما طلعت من السجن صاير مهضوم كتير يا زلمة. لك مجنون انت مجنون، حتجنني؟ بدك تصير استاذ مدرسة شلون؟ لك اي شو المشكلة؟ عم بقلك طول عمري بحلم كون استاذ مدرسة. يا سمرة هذا الحلم بدك تشيله من راسك هلأ، ما بقى يزبط معك، روح دور لك على شي شغلة تانية يا اخي. وليش لحتى ما يزبط؟ لانه بالاول لازم تكون خلصت دراستك وبعدين درست بالجامعة لتصير استاذ، مو واحد مثلك خريج حبوس وحشاش ومدري شو بيعمل بحياته بده يصير استاذ بالمدرسه. يا اخي شلون حتجنني؟ ما بعرف بده تضبط. لك عم اقول لك حلمي طول عمري اني اكون مدرس ودرس الطلاب. اخي بس هذا الحلم بعيد المنال، خلص شيله من راسك شيله. لك لا بعيد المنال ولا شيء، راح احقق حلمي لو لاخر يوم بعمري. ولك شلون حتجنني؟ انا راح اقول لك شلون. تتذكروا لرفيقنا ملحين؟ ملحم زين؟ لا ملحم بركة. جلس! ولك ملحم رفينا اللي كان بالمدرسة تذكروه؟ لا
لك ايه مزبوط تذكرته. شو عم يشتغل ملحين؟ عم يشتغل مدرس تاريخ. لك ايه والله هذا مو كان عم يدرس بالجامعة بفرع التاريخ؟ هلأ بيكون صار أستاذ مهم كتير. هذا هو، هذا هو اللي رح يحقق لي حلمي. لك بس شلون؟ أنا رح أقول لك شلون. معك رقمه لملحيم؟ عندي رقمه، من فترة شفته بالطريق بالصدفة وأخذت رقمه بس ما بعرف إذا تغير. هات. شغلتك بسيطة يعني، خلاص الدكتور طمنك الحمد لله. بسيطة قطرة بيعطيك إياها وبالطيبي ما هي؟ أي الحمد لله طمني الدكتور. أي الحمد لله. ألو؟ أهلين؟ أهلين نادر مين؟ سمرة؟ سمرة خير خير، شو بده مني؟ بده يشوفني؟ ليش بده يشوفني؟ مشان شو؟ شو هالشغلة الضرورية اللي بيشوفني من شانها؟ انت بتعرف وين ساكن؟ انا مساكن التلة. خلاص انا بكره بشوفكن. بشارع النحلة. خلاص بشوفك بكره. الله معك. شو بده مني هذا؟ شو فطنوا فيني الا؟ والله العظيم مين هاد؟ لك هذا واحد رفينا كان معي بالبكالوريا بس طلع فاشل هيك بالمدرسة وبعدين قفل هيك خريج حبوس ومشاكل جي وضريب مواس. اي وشو بده منك؟ ما بعرف، قال بده يشوفني. ما يكون ناوي يتدين منك مصاري؟ شو بعرفني والله ما بعرف. بعدين انا عم بيزيد معي مصاري لحتى ادينه اياها. لك الله يصلحك. طب ما عرفت تتهرب منه طالما هو خريج حبوس وتبع مشاكل؟ لك انت استاذ مدرسه. لا شو بتتهرب منه انت تاني؟ قلنا لك ضريبه مواس، انا بدي اتهرب منه ما بعملها. انت زعلته شي بزماناته؟ ابدا اعوذ بالله، انا بدي اتخانق معه مشان شو؟ خير ان شاء الله. لك وينه لهلا؟ ليش تاخر؟ عاش تعيط شباك الدنيا صبح، خلاص روق شوي شو فيه؟ عقبال الصبح بلا نهار بلا ليه؟ لازم يكون دقيق بمواعيده، استاذ مدرسي هاد. استاذ شو بقى؟ اهلين بملحين، اهلين بربع. هدوك دخيل ربع، طلع فيني هيك؟ ما شاء الله، والله زغران شي 20 سنة. طمني عنك. اهلين سمرة، اهلين. منيح ماشي الحال انت؟ الحمد لله. شلونك؟ طمني العيلة منيحة المدام الاولاد؟ كله الحمد لله. ايه الحمد لله الحمد لله يا رب. انت شلونك؟ والله اموري منيحة، ما صار لي زمان طالع من الحبس. حبس؟ ليش شو عامل؟ ايش وليش؟ قطعت اشارة المرور. طبت واحد بالموس. ايوه. ايه استاذ ملحم شلونك؟ انا الحمد لله ماشي الحال. اهلين نادر، بس ما تاخذوني، ما خبرتوني انتو شو بدكم مني؟ لانه انا بدي لحق يروح على المدرسه. ما حنأخرك استاذ، ما حنأخرك، بس بدي اسالك سؤال، انت بعدك عم تدرس؟ لك انا مدرس تاريخ. هي الحين انا الي عندك طلب وبدي اياك ما تخجل. خير خير خير. استاذ ملحم سمره خلص نوى انه يدوب، ونحن من امبارح قاعدين عم نحكي انه شو ممكن يشتغل، وهو قال لي انه عنده حلم قديم وحابب يحققه. حلم قديم؟ اي والله حلم قديم، قلت لحالي ما في غير صديقي واخي ملحيم بيحقق لي اياه. وشو هذا الحلم؟ يا سيدي عندي حلم صير استاذ مدرسه ولو ليوم واحد ولو لساعه واحد. شو هاد؟ شو بنا ملحيم؟ صعبه؟ شلون يعني صعبة؟ ما فهمت يعني إذا دخل مدرس ليوم واحد ما فهمت. فهموا نادير، فهموا أحسن معصبة. خلاص أنا فهمه يا أستاذ، أنا بفهمك. سمرة عنده حلم بأنه يدرس طلاب وهلأ ما عاد تزبط معه، وما في غيرك أنت يساعده، خليه يدرس يوم واحد بس. كمان ما فهمت. الله يجيبك يا طولة البال. أخي ملحيم الله يرضى عليك، افتح لي مخك. القصة إنه بروح معك على المدرسة وبعطي حصة لولا ساعة لولا نص ساعة بس مشان حقق هالحلم. لك شلون بدك تعطي درس؟ لك مين صعبة مين صعبة يا ملحيم، افوت محلك وبعطي الدرس بدالك. شلون بدك تعطي بدالي؟ لك يا صبرة الله يوفقك، أنا يعني بعطي دروس تاريخ. وأنا طول عمري
شاطر بالتاريخ، سأل نادير، شاطر ولا مو شاطر؟ بلا بلا شاطر. بلا شاطر. بس شلون بدك تفوت على المدرسة؟ كيف؟ لا يا ملحي يا ملحي، لا تعقد القصة، ايش وكيمياء؟ لك لو كيمياء كنت اعطيتك استاذ الكيمياء رفيقي، انا كنت خليته هو يعطيه محله، يعني كانت احسن. عم يعمل كوميديا، عم ينكد. لك يا ملحي ما برضى عليك، لا تطلع لي خلاقي، خلاص عم اقول لك انا فوت معك على الدرس، انت بتقعد على جنب وانا بعطي الدرس بدالك. ولد وبلكي شافك المدير. اسمع شو عم يحكي، لا خلي لي انا قديش فايت وطالع وسارع بدون ما حدا يشوفني لا بالفوتو ولا بالطلعه. خلاص مثل ما بدك، يعني بتجي بتعطي درس محلي بس اخر مره، يعني لا تطلب مره تانية. يا سيدي انت حقق لي هالحلم ليوم واحد بس و توبه ما عديتها. ماشي ماشي، تفضل شرف. يوا دعيلنا نادير، دعيلنا دعيلنا. موفق سمرة موفق. لك والله صاير هالأكل بحير، فايقة من الصبح ماني عارفة أنا شو بدي أطبخ. لا دخيلك الأكل ما بيحبها ملحين، عم فكر ساوي له جزمز من أيام العسكرية هو بيموت عليها. أنت شو بدك تساوي؟ أي منيحة منيحة وما بتكلف كتير. لك دخلي صلكن زمان ما جيتوا سهرتوا عنا، تعالوا اليوم. لا ملحن ما عنده دروس خصوصي اليوم، مروا المساء. ايه خلص ناطرينكم. لا ما بدي غير سلامتك. مع السلامة، لا تطولوا. يلا مع السلامة. يا ترى شو صار مع ملحن مع هذا رفيقه المشكلجي؟ بدق له ولا بيكون بالدرس؟ الله يمرق هالقصة على خير، بقوم افرم البندورة احسن شي. ملحيم اللي شلون شفت لي اخوك ابو سمرة خرج يعطي دروس تاريخ ولا مو خرج؟ اخي سمرة انت مو درست برا واحدة وحققت حلمك؟ ببوس ايدك، ببوس رجلك، ببوس صرامي اجدادك كلياتهم، روح اشتغل لك شي شغله تانية. ليش انا خبصت شي لا سمح الله؟ مو كله كان تمام تمام؟ ايه بلا كله كان تمام تمام يا سمرة يا حبيبي، يعني هو في بعض الهفوات بعض الغلطات البسيطة، يعني مثلا ملك الحبشي اسمه النجاشي مو الفشاجي. والطالب اللي ما بيدرس الإدارة هي اللي بتحاسبه، لك مو أنت اللي بتشل عرضه. والتدخين بالحصة ممنوع. وخالد ابن الوليد مو خالي أم وليد. وخالد ابن الوليد سيف الله المسلول مو موسى الله الكباس. وأبو جهل ما باع بلال الحبشي لبرشلونة $5 مليون. فهمت علي؟ والأستاذ اللي بيخلص الحصة والدرس بيطلع من الصف بهدوء وبرصانة، مو بنزل زحلة على الدربزين مثل الطلاب وقدامهم. ماما هلا خلصنا هذا الدرس، بيان عندي درس الديانة، سمعي لي يا. نسيت انه انت مربوط لسانك ما بتحسن تسمعي لي. طيب ماما السؤال بيقول عدد اسماء الانبياء. اسماء الانبياء النبي موسى والنبي عيسى والنبي محمد والنبي بوسى. النبي الرابع. ماما عطول انا كنت اسمع ابي بيقول للشغاله والنبي بوسى والنبي بوسى.
هيك؟ لك أهلي؟ أهلي أختي. شو الأخبار؟ أخبار الحمد لله. شو أنا أخبار؟ لك شو صار معكو؟ بشو؟ لك مو رحت تطلبوا البنات؟ إيه. شو النتيجة؟ نتيجة تعادل 3-3. أنا وأبي وأمي موافقين وأبوها وأمها وهي مو موافقين.